والآن مع آخر أحوال الطقس. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة سارة نجيب فعليك. شكراً رجائي، شكراً هبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة لهذا اليوم وحالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوكي البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 37 والصغرى 25، الإسكندرية 32 24، مطروح 31 24، بورسعيد 34 24، والإسماعيلية 39 25. وننتقل إلى السويس. السويس 39 26، العريش 34 24، طابة 38 26، شرم الشيخ 40 30، والغردقة 40 29. وننتقل إلى الأقصر. الأقصر 44 29، أسوان 45 29، الوادي الجديد 44 28، شلاتين 39 27، وأخيرا حلايب 38 28. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العالمية والعربية.